في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اليومي يوم جديد. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام صدفنا لكم المغامر عمران والعمران اللي تكلمنا عن قصة بدايته مع السياقة ومع السيارات ولهي انطرقوا كيفية الوقت اللي اكتشف فيه هذه الموهبة وش تمرين طورها ومن اكتشفوا من هو الملهم للمغامر عمران والعمران. أهلا بك معنا في مستهل هذه الحلقة. عمران اللي تكلمنا عن بداية قصتك مع السياقة ومع السيارات. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتي مع السيارات. نقط من الصغير خسرت قرايتي. قيس السات وبرتنت. تيت 6 عمان برنتي مهم عدل عدل النقل. وعطيت 6 عمان في النقل مهم عدلت الارمي. سايق في الجيش. وعطيت فيها 14 سنة والله ذاك وفصلت معها وقصت السياحة. وعدت عندي تجربة ذيك الساعة عندي 25 والله 30 سنة من التجربة والتحراك. وتميت الانجليز كنت السباق اللي في الموريتان رالي. كنت مع دراري فيا سيدي الكليب انا هو اللي نعدل طريق الشهر العاشر. انا وسيدي الكليب نعدلوا طريق الشهر العاشر نعود جانفي شهر واحد. يجون صار هذا كامل اللي عدلنا احنا يمرزوا جي بي اس ويديروا فرالات وترترات وتاتهم ويجون جانفي ونعدلهم دي بيفاكون ولين يبقى شي من وتاتهم نقيسوا احنا من روسهم ونجيبوهم نمشيو شور داكار مولي اللي خسر لهم. معناها اني عدت ما شاء الله نعرف الارض كامله عدلت في الجيش وعدلت في النقل وعدلت في السياحه. تميت هنا منين مشات الى كسين فاستل عندها السياحه كنت فيها في مجال السياقه ولكن كنت في السياحه متولي لي بيفاك مول الخيام انا هو اللي يشري الخيام وانا هو اللي ينظم الوكيل والشراب للسياح جاي الخيام جاي من السواح نعودوا عندنا خيام 40 كيلو خيام 50 وخيام 60 هذا كامل انا هو اللي شارف عليه. زين لي في بي سمعت وتو تميت لين عيطت لك سين فرسل دايم الدوز لانهم عندهم دي بانو بيبليستر لاكسين فاسل هي راكو في تشيت مشيت انا مديرهم الاداري احمد اللي جا لي دارك سكرتير جنرال دو لا سانتي معايا جماعه من مؤمنسيون لان تولي بالهم اللي ندير لي بانو ولين جينا لتشيت وشفتها ورجعنا جايين قلت لهم على اني راهي نعدل لي طريق قال لي ما تينا الساعه اعطيناك مشروع على العله تموت كاع في الخلا راني ماني معدلها الين قبضت لي بانو ومشيت ومعدلت هذا قيمت بلا كارينا وتو عامل جهزته هون عطيتهم عود الشهر وانا جهزت ونقزها وقيمت وعدلت جبت وعدلت شي ديريكت ولا جبرتي صعوبه من منين الى منين؟ عدلت نواكسو تيجيك جات تيجيك جات تيشيت تيجيك جات تيشيت هي ديريكت واتساك كارينا اللي مشيت بها هذه كارينا اللي عندي حاله وهي اللي عندك لاك مزال والله قبل عاقب ياك قلق المهرجان كنت فاسك وبناو خيام دون تازيات فرق بهم الكارين الوتات والكيران والستارنات وليت الجمعة ويوم الجمعة طلقوا الوتات مع الصباح مشات 169 وتة من رصاص حتى جندار اللي مزقنا بهم خايف الوتات اللي ياخذوا زعما اللي رعب خايفين اللي رعب ولحقت من 52 والله كارينا وانا ولي نفخت لهم كرايهم عند فسك عند الروضة وتراهان ومهرجان فسك خلق مهرجان ولات عدلت نواكسو تيشيت ولات وفي المهرجان عدلت ولات النعمه وقست نواكسو ما عليك دور الين خلق مهرجان شنقيطي عدلت نواكسو تيشيت العين الصفراء الرشيد العين الصفراء شنقيطي ديركت خلق مهرجان وداع وهذا بنفس السياره اللي نفس كارينا خلق مهرجان وداع عندي ميل 15 عدلت نواكسو الزويرات زويرات الحمامي تورينا افتاسة مغطير وران ودا وعقب خسر المهرجان خسر ديك الساعة جيد. طيب ليه تقول موهبتك هذه في السياقة وعندك موهبة في السياقة كبيرة أين اكتشفتها؟ مذالي مكتشف يا قار ما قط جبرت له توفى كان عندك حد تشوفه قدامك ما لك ملهم امان الله انا لا تو هي ما قط خلق ما هو المدن القديمة انا ماني ماشي نهر الشغل على ما فهم التلفزات ولا فهم الاطور ولا فهم الرئيس ولا فهم الوزراء ولا فهم الوجهاء بليدة في هوا دائما نقيسوا انا راك ما نقيس ما هو مهرجان المدن القديم جايهم رئيس الجمهوريه وجايهم الوزراء ومولته الدوله المهرجانات الاخرين ما نقيسوا بيا بعد ما نقيسوا ما قطع عيطوا لي ثانيا ما شهر مرت صعيبه يا تنقاس سياني هذو اللي يعدل في النعمه واللي يعدل في لاك ويعدل في الطار ويعدل في كل بيده
هما نقيسهم بك بيا الماسور من الارض الصعيبه هما ما عيطوا لنا. انا ساعات عندك هوايه انك تمشي لا فرد تروح واحد لا فرد صعيبه الارض قايس رئيس الجمهوريه والوزراء والاطور وذا ذاك فيها اسم الاطور يا قير ما هو بليد يقبل قباهي اللي جاتها كارينا به القدران والله الطريق ذاك واقفه انا اللي نقيس لا بليد صعيبه ذيك البلد اللي تدخل الدولة وقدام الوزراء والعلم والإعلان اللي تدخل هي الصومالية. وشني أول رحلة عدلتها وحسيت أنت على أنك جبرت فيها الصعوبة وأنك غير تخطيت التحدي قديت أنا ما بقيت رحلة ما قد عدلتها ما هو قاعد في المهرجانات يعني الأولى المتسكر أنت ما بقيت رحلة ما عدلتها ما هو المهرجانات. أنا أسافر دائما أنا أسافر ونمشي مشرق ونمشي ديار ونلود البل ونلود اللبقة وقد عطيت زمن واحد فيها لا ديار ولا بواه ولا وراد. كنت متعامل مع راجل عنده شيء من البل وعطيت فيها خمس ايمان ولا سته وتحتي لاندروفير ولا ماشي والله كتصان كانت كمان تعيد لا ماشي ديار ولا بواه ولا وراد معناها اني لارات كامله ونقطع من عند بل منين نقطع من هذه بالنسبه لك نقطع من سابق نقطع من الشهور مقامين حق تيرس والوتات يرجعوا من عند فاي هذا جايات ويقضوا طريق جايسات وانا نقطع ديركت معناها انها مازال ينجبر الصعوبات يا غير ما قطعات يندار في الاعلان ولا قطعات معلوم به وشني اللي ما كانوا خارجين للانترنتات ولا التلفزات ولا كان خارج الاعلان هذا الزمن نقول كان لازم بطريقه عفويه لازم كترف انتون زو دوز تريز هذا ما تتطور تطور لا من عاقب ذاك من الساعه اللي طور واللي تباركت معاه لسان كان والله سيزان تبارك معاه وثقوا تتصوروا والله نوثقوا ونصوروا والله عندي ذا كامل نوثق ونصور ولا فات تنتج منه شيء ذاك هو وينتاجه ما هو ارك واحد يشرى بقره اليوم وبقره يشرى وبقره العام الجاي عاد ولات بقرات متاع شرع ايمان الى ما مات يدور يجبر نتيجتهم بيوم لا يكزوا حتى انا لا بدايه لي كاتران والله سنه كان هو لا بدايه رئيس الجمهوريه قال نعدل دراسه المورال يدعموا لي ما قولوا لي بالفضه والاعلان ولا سكرتير ولا فت انا عدلت ما نعرف تخمم فكره عنك عندك تعدل رالي بعد خاص بموريتانيا ان شاء الله وسابق لرالي هامني نقبض شي من الشباب وندربوا بعد يا مريم عشرايا منه لهنا نفتح مدرسه للسياقة الخلوات الاعلاب والاقراد ويجون ان شاء الله لا يعطوا رسوم ما هم ياسرين وندربهم تفوت تدرب عشرايا والله 15 والله 20 من تركيا من هذا الشباب واللي قد عاد حد ياتاكي بهم رالي رالي لازم مشيت انا قاعد وعدلت رالي وقبض ضمانتهم مشيت انا والوتات وبقاوا لي في الخلو بهم شوفيراتهم واضح يعني انا ما زلت من روحي لين عاد المدرسه السياقه الى ما مت ونعود ندرب فيها الشباب وذاك الشباب الله يمرق هو الله يعد الرالي رالي بالوتات صغيرين هم الكبار كاع محركات رصهم وانت سياره اللي عندكم ولا سيارتكم عندي لا كارينا واحده فانت ست كتره فانت تويتا ازيرو سيس هي القط ملكت من كارينا هات ملكت سابقه وتيتات صغيرين غير قط ملكت من كارينا هات الله هي ولا عندي سبع ايمان شاريها من عند امراه تستقل فامي اجانس مويتان دين فارماسيون طيب وهذه السياره مع بعد كل مهرجان تمشي بها شهر كل مهرجان تعل صيانتها كل مهرجان نعل صيانتها ونمشي بها شهر ليه تقول لنا السر على انك كنت تقيس المهرجانات السابق قاعد تعود يعني مسلط عليك اضواء وتعود معروف في المهرجانات السر اللي كان يخليك تقيس المهرجانات شنو هما؟ السر اللي خلاك تقيس المهرجانات شنو؟ مهرجانات المدن القديمه ما قلت لك بيا اللي بليدات اللي فيهم صعيبه انا راك الناس ودان اللي نهانا ما لو قد تخلق وتوفى ولا الرئيس يرحمه عقب خسر المهرجان ما خلق ذاك المهرجان عدل تطار انواك شو تطار زويرات الحمامي توري نافتاسه مغطير ولا ودا انت ما تعرف يا قاري يعرفوا الناس اللي تصنت النهار واضح اذا نخلق هذا وهذه طبيعتها شنو دوك شرحنا طبيعتها يعني بالنسبه لي انا والناس اللي ما غط مشات لها اكثر فيها الرمال اكثر فيها هي اللي تعود انا عدد 620 كيلو ساعة بيا اللي تلقى لي مغطير ولا قديت نقطعوا ما يدير ما هو طير مغطير ذراع وقفيت معاه قطعت فيه 150 كيلو حد قطعته عني واستقبلت مي. وديك الارض هذه طبيعتها هاي 600 رمال هي طبيعتها لا الرمال 620 كيل لا تعود اللي فيها ما هو رمال ما يلحق 50 كيل ثاني كامل لا الرمال هذا راهي تعرفوا الناس تصنت من رايك كان امتنع عليك والله امتنع بعض طبيعه الحال على السائق كامل امتنع عليه لانه يعود ماشي في الرمال والله بارض فيها الصخور ايهم امتنع لا الرمال الصخور مع قاديله ما هو شاح ولا يدي شاح وماشي بالشور اللي شاف حجره ما يقدر يطلع هيزوليها والله يقلعها عنه
والرمال هما اللي تشوفهم هي كيما كرادير الا قلت حد انا تقدر من الرمال كامل يدي عدل في طريق صعيبه الرمال. انتم من دريك عندكم قطعه عندكم معلم كنت تتكلوا عليه لكاش تتكلوا عليه في ذا المجال ولا تصوروا والله بالنسبه لكم يعود مرجع في حالتكم؟ لا لا عندي لا رقاش واحد سيدي الكليب ذاك صاحب هذا سيدي محمد العمار الكليب تحرك ما سولوا عنه يا غير سولوا عن خبله في الخبره في الارض باري فيه وحراك حراك يا غير باري في الارض خبر مني انا في الارض به اللي قطع الدره اللي سابق ياسر المرات ولا بقى ترد ما قاتز عليه تحرك ما سولوا عنه هو حراك يا غير ما سولوا عنه ولا ميكانيك يا غير الارض ما شاء الله اخباري فيه هو اللي عيت انا عنده دروس ودائما انا هو مسافرين في البلد. من رايك كانكم اول 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 رقاش حسيت انتم على انه يدعمكم ويعني يشجعكم يعني من محيطكم كامل؟ من محيطي انا فتره الصغار فتره الصغار يعني ما تسقار اللي 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 الرقاش اللي يدعمكم انتم في الروايه وشاف فيكم الموهبه وبقى انه يشجعكم يعني. ما قد شاف حد فيا موهبه ذاك الموهبه لا لا من الساعه اللي عدلت ذاك النقل وفيت منه عدلت الجيش وعدلت السياحة حتى تظهر لي أنا ما قد ظهرت لحد قليل لحد ما عرفني ما شاء الله نحرك تحرك الزين وميكانيسيان سمعتي يا قار بعد ما قد ظهرت لحد خالقين أرواق هنا تعود ظهر المقارنة ما قد علمت بها يا قار يعرفوني بعد دائما بي اللي دائما يعيطوا لي بعدو عندهم رواية صعيبة والله نقل والله رواية والله شيء والله حدا يستقلوا عنه وبس محل اللي تستغل هذه الموهبة في دعم السياحة في موريتان هون موريتان هذا هو اللي متبارك معاه هو هون الشرايك شرايك مكتب المكتب الوطني للسياحة هو قد جابرت معهم عملوا شوي وقالوا إنهم هم وزارة الثقافة وزارة التجارة والسياحة إنهم لا يعدلوا سياحة داخلية هم ريتان تروح تتش عن شيء ولا ينعتون لإرهام ما هو خالق عامل أول دعموني شوي والله اللي هي بعض المدن القديمة والمكتب الوطني للسياحة دعموني قال ما أجبرتهم ما أديرهم ما اجبرت جيت مرات مريت ما اجبر الا الناس من بعد انهم دعموك دعموني بعد عام الاول ودعموني هذا العام يا قار ما تجبرت ما ديك نجمع معاها وننظم معاها روايه ذيك منظمه في اطار السياحه يعني اطار الفك معكم قاعد اللي ظهر لكم عنكم قدر تنظموا وتعدوا ويخدم البلد في مجال السياحه شنو خطتكم انتم اللي تختاروا تجمعوا مع رقاش؟ انا نختار نجمع مع السياحه مع وزاره السياحه والمكتب الوطني للسياحه والمدن القديمه وننظموا السياحه تعود ان رالي كل سنه بعد كافي من كل سنه عند المدن القديمه يجي من تافك يمشي من عند مدينه تاريخيه من المدن القديمه قايس المدينه المتواليه في المهرجان نختار دعم من الدوله ومن هذو الشرايك اللي هم ونعود ننظموا لهم نعدلوا ودائما تتكلم عليه الناس يا قارمة هذا ثلاث والله انتو جيد طيب لي تكلمونا عن ابرز الرحلات اللي قط مريتوا بها ابرز الرحلات ابرز الرحلات فيها ابرز الرحلات اللي اهم الرحلات اللي قط خوص عليها ما خاليه مرحله ما شاء الله قط عدلت معي زين عندي مشي لا كازوتي وعندي التي كامله وشي باني مجرب ومتكايس معناها اني ما نمشي خاصني شي يقل ولا يكثر نهارات مشيت قايس ودا ولين لحقت بليده فيها ذراع حمات الوتر وذا هو ما يعاد لا ينتقص تلفنت ثريتي عطيت بوين جي بي اس ياكتير الحسن ولا احمد العبيد راجل هون من تكنا ولا عمي وتلفنت ولا حريطاني لجنرال طيب الاسماء دي عنا لين تو نخلو هيك ياك اسمع معاكم مشيتوا وجبرتوا مشكله في الطريق وعدتوا تطبقوا جبرت مشكله في الطريق وتوه تلفنت وجاني الماء وبدلت شويه كيلا صفم وقيمت قايس ودا طيب انتم ماكم طارحين احتمال عنكم في حالتكم تقريبا مره مشيتوا فرض وكانت رمال وعاد صعب الوصول لها ولا قدر الله خلق لكم شيء يعني قط تعرضتوا لنوع مواقف تمشوا في الصحراء تخسر الوتا والله تحمل تمشي فيه وتخسر الوتا وندبانيها ان انت وحدك ما انا وحدي دائما معي رقاش انا ما نمشي قاع وحدي انا ما نمشي ما معي رقاش دائما يعود لا شوفير ولا ميكانيسيان دائما ما نمشي وحدي ولا نمشي برقاش مولي ما هو ميكانيسيان وعود شوفير يعود يعاوني الى وجعت والى فترت والى تعبت يعاوني ذيك ف لعل يريد الله اني نوجع ما تقدر نحرك ما حد انا قاعد نحرك حركة الا انا غير في حاله الضروره فهذا هو يعود يحرك غير بعد يعود ميكانيسيان كيف انا عود نقدر نعدل شيء زين دور نحاولوا كان المخرج طلع لنا شو من الصور تعلقنا عليهم
مجموعة من الصور اللي طلع من المخرجين دور نشوفهم وتعلقونا بعض عليهم. عادوا جاهزين. هذه مع رئيس الجمهورية. معك رئيس هذا كان ولاته. ولاته هذا 2014 2014 مهرجان ولاته. والله والله. وكنت من ضمن الناس اللي بتستقبلوا المستقبلين والله شنو؟ أنا جيت شم سابقوا وداروا له بروغرام وجاني الرئيس اللي قلت له لأني عدلت جيت ولاته قلت له قلت جابرنا شوي في الشامي عن تدشين الشامي دشنو رئيس الجمهوري قلت له عدلت جيت ولاته ولين فتعدلتهم جاني قلت له السيد الرئيس راني عدلت قال لي أنا ما قطبت في بليده ما نسويك باساتاليت نسويفين انا ما يقدر يحرك في ذيك الارض اللي راها ذيك الارض المخي هنا ما يقدر يحرك فيها شيء ما يراعوا فيه باتوا مسيين انا اصلا الاراضي قاعد تقطع تعودهم عندهم علم والله ليه فات الرئيس مشى مشى ذوك الليالي ليله ونهار ومشى جاوني الصنادره كانوا الامن تل ولات جاوا يحيوني ضباط وهذا قلت لهم كذا وكذا عدلت فيك الطريق قال لي احنا ما قط خاصة بليده ما قطبت ولا غليت بليده ما نسجينا كبار ساتالي به اللي رهاب الامن صحيح هي الدوله يعني الابونيه كان عود مواكبين كاع به اللي جيش ما هو مرقد الامن ترى فيك في دوله جيش ما هو مرقد لانك ما تقدر تستطري بليده ما يراعوا فيك انا راك مولين تمشي خارج بليده زين تنقسم نقبض اذن من عند الصنق اللي يعني هو الولايات لي ريجيون ميليتار نعطيهم رقم ثريتي وندافعي وكل شيء اللي دوني ويقبضهم ارقام ويعطوني الاذن ما حد الا اباري واحد يتحرك اذا كانوا يعودوا دي زاباري يتلهم عليا ثريتي نقول لهم انا هو البلاد الفلانيه حد الاخر يقيسوها معناها ما يطحد بعد يعني يمشي مع علمه به الدوله الامن طيب عندنا هنا صوره لكم اخرى هذه كانت منين؟ هذه تو مبانين هون هذه في المريفك تحت الرشيد انا قايس العين الصفراء بانات بكم الوتر لا هنا بانات حاكمتها السريطة وعطينا فيها السوايع نجهروا عن هدنة تولياتين ومرقناها وتمينا ماشيا لهذا قضيت مع الرشيد وقطعت 40 كيلو في بليدين قالها المريفة وهذا نوع من المشاكل دائما تجبرهم يعني بدعوا فيها حفرة والله شيء عيت والله إلا عيت نجبر روين وحل فيها قال نعطي ساعة وشوي ومرقته وهذه ذاك دي نفس المنطقة هذا بعد هذه نفس المنطقة هذا المريفة هذا مبين عين الصفرة والرشيد سمعت يا غير بارك عاد قدره بارك واخذوا قدره قدره هذا اللي ماشي من عند طارق يصير واخذوا قيس العين الصفراء طيب بارك منطقه جيتوا خصوصا من المره الاولى مرتكم الثانيه واخذين منها تعودون على تعرفوا النقاط اللي بياسر بياسر اللي فيها كي تحفر واللي فيها شيء ما لنا اللي جربناها ما لنا اللي اخذناها عام الاول نعرف بارك اللي فيها مشي ثاقيل ما تيسطنا عين نفيروا عنه وعين ناخذوا بنا حاسين به ولا ما يسطنا كاع معكم طمحانا بالكم هذا تقدروا لي اطلب منكم مرقاش انكم تعدلوا منطقه الفلانيه منطقه الفلانيه قد قصتوا يعني خصم على طريقها وكل حد يعرف عن طريقها انها وعره تقدروا تحددوا النقاط اللي تقدروا تاخذها وتعادي والنقاط اللي ما هي كل وقت تقدروا تاخذها والله ها بدات اللي كانت الناس فضلها كنت انا واحد فيهم ما تقدروا ترى تاخذهم مم تروا بوهات ما هم قاع هذو هليكسات ولا جيكسات ولا فيكسات تروا بوهات ما يقدروا ياخذوهم هاي السريطة خارج نوع من الترام متحرك رمال نقولوا احنا فارين السريطة لا تدخل توه تطفي الماكينة تصفي الترام معناها انها عندها شيء يعدلها مولي لعات خالقة لا هي يعملها 5 كيلوات ولا 6 عندك لها حالة تعديها لا تأخذي بها هي هذه الرمال المتحركة مولي تمشي فوقها كيف تهدي هذا انا نفس المنطقة مزدودين كنتوا واحدين صرنا عتوا حالكم قاعدين نفس الرمال المتحركة وهي فارين ما فيها جوقة لا فارين تنادي توطاي فيها تلحقيهم هذا ما تحسوا عن فم خطورة انكم حتى قاعد لا تقدر الله واحد سلوته وقضيتوا الشهر هذا لا قضينا فم خطورة على حياتكم انتم نو 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 هي الدنيا قاع خطورة كاملة انت تقدر تاكل يطيح لي طيار راكي محينا ما يبقى من رقاد لا قدر الله لا ما يحال الله يلح معناها ان الدنيا وتقدي تمي تاكي يا باطني تقبض كريزين قلق واحد من العروق يصبح حد ما هو ما خالق ما هو قرر انت سوشن وحد هم ويعد الروايه ما هي قرر ما هي خالق من ناحية صحية بعض ياكل عندكم معدات إسعافات أولية عندكم عندنا إسعافات أولية مو أنا اللي تافقكم عندنا اللي تافقنا عندنا الدواء الأولية كاملة وعندنا الوكيل وعندنا الشراب وعندنا الحديد اللي قد يخسر وعندنا الرقاية وعندنا الشامبريرات وعندنا آلة تنفيخ عليك إنه عندي كريمة زير معدلها كومبريسير تنفخ
وعندي بومب كوران وعندي بومب ثاني ميكانيك لعل يخسر منهم شيء. ما باقي سينا نمشي هذا تمشي بيه معاكم هو. نمشي بيه بعد غير ما نمشي بيه اصلا لكن شوي نمشي منه شوي لعل نوصل بيه. ثانيا انا ندباني مولي معناها اني لا اخسر شيء نعدلو شي ما شي كامل مريض واحد يجبد اللي ندباني هي لافت لي فصلت فيه. ثانيا العالم عاد في قاره واحده عندك صوريه وليني نغسل لك شيء ما عندك باش تدباني دباني ما تدي الطريقه كريكه راه هي ريتارديتي عنها تقاعستي ولا يترمي لا يجي كذا اللي دوري. هذا جيد واضح لما هو واضح يا غير خسر لو بوين كنت جاي صار المهرجان تقاعستي عنه يا غير بعد ما بقيتي بخلود كي لا يترمي صوريتك ويجوك اهلك ويمشوا لك اللي خاص كامل والله اصحابك والله قاربك. طيب 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 هذا شيء تكاسكادي هذا اللي عاد يعد رش من الشباب هون وذا شيء قطع حارت رش منه تخرص اهله لا يا ونشوفهم هون لا يعدلوا شنو عندك مستويات والله قاعد اللي يعدل ما هو محتاج اللي يعدلوا ما هو صالح به اللي تكاسكادي عشر من تات عمر الوتاء عام نقصت بعمرها عام ما نعنه قاعد يشكل خطر على شكل خطر عليه هي ضعفه وهذا اللي تمشي تسوى به ما هو لا احنا نمشوا به رواية ذيك معروفة ويسوى الله اللي خلق فيها من ملاقات الوتثوب بين اللي قايسين هدهم وعجل الله ينعدلوا سمعتي يا قيرا قاش ماسي كاسكاديهم بديات يحكر عليه ويخسر ديسكان برياجو ويخسر برياجو ويميل تميل الوتة على مصيرات تقتلهم ويعودوا فيها الفلوحة هذا ما هو ضروري يا قيرا يتعود قايس رواية ذيك يسوى الله يتكلف يسوى الوتة قاعد توتثوب بيه اللي قايس رواية ذيك يعني أوبجكتيف له يتجي يعني قد تابعتهم يعني قد حسيتوا عنهم شباب بالفعل عندهم هون شباب خبرة في ذلك مجال السياقة هون شباب حتى عنده خبرة في مجال السياقة غير السياقة ما هذا اللي عدلوا هم هاي نمشينا هم يخصهم تدريب والله يخصهم إذا نمشينا هم على هذا وعلى ابن واكشو لا هي دان ثامن يتدوبلون يتوماسين يقير المعاد معهم اليوم الوحدة القايلة ودازار وسيكار ومنوي الليلة يلحقهم كلهم تاكل بيه والله طير من هكردان والله طير من هشو الله خاصة بيسي والله واحد كاتوا العطاش لين اخذ عليهم من وين الليلة بي اللي مجرب الله ينعدل ولاني عجل نعرف به اللي العجلة ما تزيله مرسلته الحديد ما يفرصة جي الله التجربة والحكمة والكياسة يعني ظهر لك عنهم ذوك إلى 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 بعضهم رقاج ودربهم يعودوا عاد مؤهل يا سير لين يقبضهم رقاج لين يقبضهم رقاج ويدربهم لا يجبر شي من الشباب الصحاح الصغار المتان وعندهم مستقبل يقير فارهم يدربوا ويجربوا يدربوا مراكش ويجربوا هذا هو اللي قلت لنا يفتح مدرسه لسياقه الخلوات هو المهم ما هو تلحق بيه وتكسر مراكش مهم يلحق وانتو ما خاص فيش انا دائما في المهرجانات ما خاص سيوتي وجوني التلفزات ونعد لهم ديمونستراسيون كل شيء ما خاص سيوتي ان كارد تور ولا فيش خاص اذا يردنا السؤال اخبار ارتباط في عالم السياقه ارتباط السائق والسياره يعني رقاش لو عنده على الاقل سيارته رقاش دائما ما عن مساله دائما متفقته يلا يعود يعرف كل شيء فيها يلا على الاقل السائق وعنده خلفيه عن الميكانيك وللاسف نحن دائما نشوف اغلى نور ثاني واحد يعود ماشي يحرك وثاني تطفي عليه ما يعرف طافي ايش طافي يعني ولا يفيدوا اي بعض شيء يعني ايه هو قلت المدارس انت قريت المدارس ما بقيت مدرسه ما قريت ميكانيكيين براش اخر يلتك على الاقل يعود عندك تعود تسافر اللي تعود تعرف ولا تخرف واحد ولا قوري تعطي فيه الشهرين تعود بعد عندك ضوء يقدر يعود بيلو ما هو مانع عندك ضوء بعد عليه المسلك بعد المسلك بطل المسلك دائما نشوف وحدين يتوقع واحد فارم الصيانه وفارم الامام فارم رقاش يعود يعرف يدباني قد يعود ما هو ميكانيسيان كالي يقار بعد يعود يدباني الى قلب الجزء اسعافات الاوليه في الميكانيك هاي تبغى نسمع واحد يقول على الاقل رجاج يعود عنده اسعافات اوليه في الميكانيك يعود يعرف يدا السيريسي والسيري ويقلع الريح ويلا دا السيري السيري ويلا عاد سيارته ينحزم ما راه شي قد يحزم شويه تنبتهم فاروا منهم مولي جيد طيب تكلمتوا عن 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 نواياكم بالمستقبل كيف انكم تعدلوا رالي دكار وذا الشيء ايش يعني ايش عندكم ثاني من الافكار تختاروا تعدلوهم رالي باري دكار سابق باري دكار يلا تنعدلوا ان رالي ونيفو دراما يلا تنعدلوا سباق هم دون موريتان بعد يعني عود قال لها خاصه عجبنا زياره تعود فيها سياحه تعود فهم السياحة بعد ذلك يعني شارك الدول الأخرين فيه لا كابري لين واحد عدنه ونظمه يعود عاد ذوك هو ماشي هذا دار اللي عاد يجينا الوقت ثمان عمان ولا سبع عمان يجينا وكل عام راه عامين زاد حتى احنا نعدله نفوض لموريتاني السنة الأولى قايسين تقريبا نقوله
متشيت قايسين ولا تاع العام الجاي به في المهرجان يا طن دبار ومتجكش ونعدو تشيت ولا تاع العام الجاي ولا تاع النعمه لين فوتو حنا نعدلوه عندنا نعرفوا نظامه يدور المتسابقين تم ولا يجوا يعلموا بينا ويشوفونا ويدوروا تم ولا يجوا نختاروا بعد الدوله تاع الاجراءات ديال المدن القديمه هذه وزاره مليان في دوركم انتم اش معدين انتم ياك تعلموا الناس وتحسوهم بالعمل اللي قايمين به والخطط اللي عندكم يعني دوركم مقد الاعلام بعض الاعلان هذا هو اللي احنا الاعلان كاع ما الاعلان دائما يقبض ومشكله في الاعلان هذا اللي دائما تنقبض منك حلقه وترتدم وتوف انا هذا اللي عندي راي عندي ثم يلا يعني ماكم مفكرين لان يعود عندكم شيء خاص دائم يعني يعود عندكم على الاقل قناه على اليوتيوب عندكم موقع والله شيء تنجبروا عليه عندنا موقع نجبروا عليه يجي وكتب موريتاني رالي والله شيء يجبر والله كتب على اسمكم لا اللي يكتب معجزه الشيت يجبرها في يوتيوب في الصور وفي الصور وفي كل شيء سمعتي والاعلان من روحه عندهم ياسم الشغله سمعتي اللي هو اللي هي بعد تلفزات موريتاني دوله سمعتي ودائما تمرق حلقه قار تعطي لي ما جيتيهم تنبذيهم عقبه بالشهر الله ما تمرق قال بعدين ينسيهم وتقوليها لهم لا يمرقوها سمعتي والاعلان الله وها خالك سدوا الاعلان في الفضاء يقعد الاعلان ما خالي ما عينك فيه اخبار السياح ولا اخبار فيه سوشيال الاعلان هو النقطه الاساسيه في كل شيء سوشيال طيب ايش 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 ظاهر لكم عن الدوله مزات يلا تعدل لكم تصومك انتوا مذلك الناس اللي عندها هوايه انها تتحدى الصعاب الناس اللي عندها موهبه في مجال السياقه والله قاع المجالات كامله الرياضيه ايش ظاهر لك عن الدوله مزال يلا شلون نقول كان الرئيس ما نقد نقول في شيء به فات قال لي ولا تعدل دراستك ودخلها علي نعدل لك انت هو المستحاصر انا هو الحاصر ما هو رئيس الجمهوريه قال لي ادرسها وجيبها نعدل لك المول لك بالاعلان الاعلان اهم ذا كامل ولا سكرت هم ذفر والفضاء قاع هي التالي واضح لما ولا فت انا جيت يقرر راك نختار بعد هاو الوزارات هاو الوزارات من روسو خالك شي للسياحه للسياحه من روحها هذو ينظمونا روايه للسياحه في داخل موريتانيا نفوت عدلوها رالي قاع هو التالي رالي ان كونستيتيون مؤسسه ومتينة وذيكيه وتطلب ياسر الاموال ولا انا قاع لاحقين هذا الزمن دوري عقوزوا الممولين ويجوا الخارجيين ويمولوه ويعدوا له رالي على سواء كان دعم السياحه بياس لكن دور لا دعم السياحه دور لا دعم السياحه السياحه يدعموها في اخبار بهم اللي فاتوا قالوا عنهم يالتهم يعدلوا السياحه داخل موريتانيا كان يعطون الارهاب ما هو خالق والسياحه حد دعمها هي اللي ينعدوا لي السركوي ولا ينشافوا يشوفوا العلم ويجي وتو وكانوا يالتهم عدوها وزارة السياحة وزارة المدير شنو قال وزارة الثقافة والصناعة التقليدية كانوا يالتهم يجابروا ويعدلوا هذا السركوي قالوا عام الأول ولا فتريتوا نتيجة ما عيطونا ولا حسينا به فتنة جيد طيب اللي يتكلمون عن لهنا نحاولوا ان نطلعوا مجموعه من الصور وتعلقونا عليهم هذه في منين هذا زيك هذا بين تيشيت والخشب بين تيشيت هذا 70 كيلو دون تيشيت هذا زيك بين تيشيت ولا بين تيشيت وتجرجه يا غير البيت قبال ونروح عن بين تيشيت هذا انتم انا والله المنطقة نفس المنطقة هذا عام 14 هذا لين عدد في جهة تيشيت تيشيت ولاته هذا عام 14 هذا 2014 ذاك هي قاع ذاك هي ولاته 14 انا بارابريز الوتا من فوق وهذا في نفس 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 لا كارينا زين والله وهذا في نفس المنطقة والله والله برك لهنا نرجع بعض المحاور الأساسية عندنا لهنا نرجع لقضية تدريب الآخرين وقضية مستقبل هذا النوع من الإبداعات يعني مش مخطين انتم وياك انكم تعدلوا في المستقبل الشباب يعني جيل تخلوه وراكم يحمل مشعل الحلم اللي عندكم انتم هذا الشباب قلت له عام الأول أول عام الأول في شنقيطي علمت في التلفزات وجيت لطارف يعني الشباب كامل ولا منها قلت في التلفزات جات منهم 20 انا في بويرون زقنت بيا
واش ندورو؟ حنا ندورو وتعلمنا السياقه. تفرمتها كما انا تفرمتها كما انا تفرمتها كما انا ثم انا ماني اوتوكول ولا ني برو ترونسبور قايم ولا تفوت تجبرو هو بيرمي. ديك مرحله اخرى جوني انا ودهم رسوم لهم نقول لهم تخلصوهم ولا يخلصوهم لكم ونمشي بكم شهر هذا راع ونعطي معاكم 20 يوم الله شهر ولا شهرين اللي ندربكم بيا اللي انتم مستقبل السياحه اللي تعقبوا هذا النوع من اللي رالي وتات صغار سمعتي ولا ما جاوني فهم قاب يعني حاس انت عارف فهم اقبال من 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 والله 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 خاصه لا نعلنها انا وتوف هامني تبارك مع العدل هي مدرسه سياقيه السياقه ما تقدر تعدليها ما عدلتي لاغريما عند الدوله لوتوريزاسيون سمعتي هامني ان شاء الله ونتبارك مع نعدل اوتوكول دو كوندويت دو ديزير سياقه الخلوات تحدي الرمال نين نفوت نعدلها ان شاء الله الى ما مت الى ما عدلناها دايم دي 6 دايم دي 18 الى ما مت هنا نفتحها نعود نتبارك معاهم ندربهم جيد طيب بما يخص يعني بما يخص لا مازلنا في اطار دعم الدوله لهذا النوع من الانشطه ولين قاعد نقضوا شوي شهر الرياضه بصفه عامه ايش طالكم انتم عن وضعيه الرياضه حالا؟ الرياضه الميكانيكيه ها؟ هي لو سبور ميكانيك سبور ميكانيك سبور ميكانيك عنده اتحاديه هون اللي هي بحام وال يا بحام والكحل وتوفوا قال لي روايه كامله دعمتك يا سوشيني جيني يا سوالي جيني لقينو واقع كاع واقع الرياضه الميكانيكيه هون في موريتان ايش صار لك انت فيه؟ ما شفتها ما هي خارجه ما شفت لها نشاط ما شفت لها نشاط ما شفت وظهر لك عن طريقه اللي قد حد يطور في هذا المجال لا هذا يطير هيك بس الشباب ويدربوا يعدلوا مدرسه ويكونوا هو وراك هاي الروايه المهيبه عند اللي انا وحدي انا قد نموت الصبح النهار الثاني يالتها مدة تبارك معها السابق الحق وانها انا جيب فكرة في دمي ابري دمي معناها اني يالت حدي مرة شباب وذا هو اللي قلت يالت الدولة من روحها تعيط لي وتعطيني الامكانيات اللي ابقى تخلص هي عن الشباب لا يتعلم ولا ابقى يعطوا له توريزاسيون وراه هو الشباب يخلصوا ولا يخلصوا عنه هذول تبارك معاهم المرة نقول لهم منهم 20 والله 30 شي ما يلحق عام هذا هو اللي وياك بالنسبه ليس الناس اللي كيف تيانا ومداري انا اللي ما هم اخبارين حتى في هذه الرياضه الميكانيكيه يعني بتقول ان انواعها شن هي انواعها هي ذيك الرياضه كي خاطي سباق السيارات مش فهم ذاني دراجات فهم الدراجات دراجات ما شفنا له ما نقدر ما شفنا له ما شفنا له كاع ضوع ما تخلق تتبارك معاها ودادي لماما ذيك الساعة وعقب ما انتج منه شو تبارك معاه يقول لك حل هذا عندي انا بارتيسيبي في الرالي وعقب ذاك ما انتج منه شو عاد هو الاتحادية اللي هو هيبة ولك حل معنى هاي الاتحادية شو ناقصها برايكم انتم ناقصها اللي قلت السياحة وهو ما اللي من روحه اللي هو من روحه اللي هي اتحادية ميكانيك دائما يجوا هذو الرالي هي ما تعلم قا هي ما تعلم هي يالت الوزارة المعنية بدا وزارة السياحة يالت تتعلم الاتحادية السبور ميكانيك وتعود هي اللي تلقى للناس ما يعلموهم هي المشكلة إما هيبة مستعد وقادر وعنده إمكانيات وذكي وإخباري وصيح وهو هو اللي على الاتحادية ميكانيك واش تبقى تضيف لنا تضيف لنا أنا نبقى نضيف على أن هذه الرياضة ميكانيك شي أن رالي والله شي ميكانيك الرياضة الميكانيكية يالت تتعلم بها الاتحادية هي لا تبريزونتيني انا لها عود نمثل هذه والله يمشي رئيسها والله يمشي فرقه والله يحضر ما يعود الا يمشي هما ديريكت ما هو صالح بعد هي اتحاديه هون ما عندها دور هي بهذا ما يعلموه هذا لا راي لا تقيسوا السياحه وتتلقى لهم سياحه ما هي اتحاديه الرياضه الميكانيكيه انتو ما عندكم اضافات تبقوا تضيفوها عندكم راس ما عندي شيء نضيف ما عندي شيء ضايف ونعرف ان الدوله من روحها تعود لا تعدل السياحه السياحه موجوده وتعدل يا غير هما خايفين قالوا الناس نصارى ما بين يجوا الامن بينهم الامن الامن كاين يا غير باش تنعسوا الناس الامن كاين عاد انتم رحلات بعد كاع موريتانيين يعرفون الامن كاين ينجح في البدايه ينجح في البدايه راهم نصارى يشوا ولا خالك دون السياحه هي اقتصاد العالم كامل بأسره إذا العالم تمول الله نحن شاهدنا في مهرجان في مهرجان وطن هذا الماضي المنصرم شاهدنا وش من زيارات للسياح في
كان لباس وضع لا شي منادي شي منادي بقى لا شي منادي الدولة لا هو من روحه الى يمشي من هوك يباو الشرايك يقطعوا له سيرانس نصراني بهم اللي يزور حدا ما قالت عنه ما يشقف شي النصراني لا يمشي جاي سمريتان يا قال ينزل الشرايك لا يقطعوا له سيرانس الى يرجعون لا يرتدوا الدواء يباو يقطعوا له سيرانس ما متحملين مسؤوليه ما متحملين مسؤوليه يقول هو انا ماني ماشي الى رجع الترك ما ينهج برطايره ترفدني معناها المخرصوا بعد يعمل السوسيتي دا سيرانس ويقلع عن هذا البوين ري وهذا ما يقدر يقلع ما هو اللي عدنا احنا السياحه وحركنا وطننا وشفنا ومرقنا الاعلان مول انا قاعد الى دفعت انا بوين الزوارات والمقاطي ومقطير الحمام جيت على ولاته وكلها بلا قيمه ما معايا الاعلان يالت انه مولوا بالاعلان ويمشوا نعطوا لهم كل بيدن جوها ونعطوا لهم الارهام ما هو خالق احنا نعطوا الارهام ما هو خالق غرصانه ما يجد عليهم ما حد ما شافوا الاعلانات واضح المواد زين طيب احنا نقولوا عنا كاع في احتمال هذاك رجاج متابع الحلقه وبقنوا يحامرك في التجربه شو تقول له يعني انت رجاج سبقتوا لهذه التجربه شو تقول له شنو المؤن يلا يمشي معاه بها شنو الاحتياطات يلا يعودوا متافقين وكاملين ثم السرور يعدلوا له وانا ما نقدر نقولهم ماشي ما حد مشى معايا والله ياكم انا هو المقري والله مدربني اعطوا لك الاسرار الفم انا ما اقدر اعطي سري فهم روايات فهم مسائل فهم مسائل وفهم مسائل اللي هي وفهم تجربة وفهم عقل وفهم حكمة وما الوضع وفهم تحرات الساكن ما فيه سكيط ولا فيه شيء لا يخسر الوتر رجاج ما هو معاك ما تقدر تعطيه له ولا أعطيته له اللي ما علمته له معه نافع لقيت أنا قاعد لما أجلي بلا قيمة جيد لين حاولوا عنا نشوفوا شو من الصور في مناطق جبلية وهذه درك هذه في منين هذه الصورة هذه الصورة هذه فوق الرشيد الرشيد هذيك الساعة طريق ولا يتوقف ولا لا معد عليها رامب لما زالت تدق دق هذه طريق وبعد ما يتعود صعبة حتى بمن والله هذه ما هي صعبة من عند تجيك جاي للعين الصغرى ما هي صعبة وبعد ذاك قايسة شنقيطة 210 كيلوات يلي صعبة صعب من تشي صعبة الصورة ذاك في نفس المنطقة اللي هذه فوق الرشيد تم مباركة معك تدق دق لا يتوقف ولا يتعود قاع وقدرنت هذا عامل هذا دا هذا دايم ال 15 هذه دايم ال 15 هذه مبينة الزرقاء هذه مبينة الزرقاء ودخلت البشير هذا في هذا فادرار هذا قبل تشرق شنقيطي طيب هذا المناطق كاملة أي جاتكم فكرة عنكم أنتم تصوروا الرحلات ما عندي إمكانيات عندي إلا كوني ما راس صغيرة نوصف أنا بها وقت اللي نوقف اللي فوق الدافع ما يوصف واللي فوق تنعاس في التراب والكدو والتحراك الزين والشين والوحلة والبوسة ما نجبر حد يصور ولا عيتين وقف أنا بصور ما تعلموه أنه تم في حاجة تروقوا قطر فيت بواحد قال له سويحي لي عامي هذا قال سمعت شيت ولاته ولا اخباري في التصوير وتو ما جاب لي شيء ما قديت نجبر شيء من اللي تعاملت انا هو عليه هو تصوير ما هو بعد شيء انا ندور كاميرا بروفيسيونال تعود مرافقتني ونقبل الهواء وتعود هي من روحها اللي ذوك الاهداف ذاك التحراك اللي نعدنا ذوك التراب البيضاء وذوك البيضات النقطع الصعيبات الزينات يعود مقبوضين اللي نفوت انا دكتور برينمار نفوت انا نوقف انت نوصل بلا قيمه انا ما عندي امكانيات نقبل منهم التلفزات لي كاميرا بروفيسيونال ب 3 مليون و 2 مليون انا ما هي عندي يا غير ريال الدوله من روح حين تمشي ونوطى فيها تعطيني ان كاميرامان وتعطيني الكاميرا معاه وتعطيني آلته وكيلو وشرابه ولباسه ومشاكله تودي متحملته الا ما اعطيت بعد تعطي هذا يقعد على الاقل معاك انت في الوتو وتوقف وقت ما يعود واحده الدوله هي اللي تقدر تدير دي كاميرا في الوتو كاع من روحها يوصفوها دافع وكل شيء اوتوماتيك يركبوه والله ملي تعطي وتو تعطي ان كاميرا ما تعطي الكاميرا يعود اكيب من ذاك من تلفاز موريتانيا والله الاعلان الموريتاني ذاك ماشي مع الوتو يقبلها دافعه اوتو جيد طيب وراني بعد ما قطعت تلفاز موريتانيا ما قطلبت له ذي المديره ما قطلبت المدير ما قطلب التغطيه لا مليش حد محاكمنا ما قط انا طلبت يا قال نختارها بقى للعامل ما متنش جاي لا طلبتها ولا نجبر لها مساعده وما انا ما قطلبتها للدولة نحن عندنا هذه قضية بعض السلامة المرورية يعني الطرقوات وشذا كم
ش برايك انت من هالمجال اشخاص هذو الطرقوات اللي وعدوا في كل المناطق ان شاء الله ايش المسائل يلا عدوا متحمين بها والسائقين ثقافه السياقه يلا تعود العلماء حتى قاعد اذا وعدت اذا عدلت اذا عدلت اذا اللي يطوي يعدل كامل في الكود لا رد في العلم ودرتي على هذو الخلوات الناس ما تقرا شهد ولا يعرف وكل يقوم هون وقطر يعطوه 30 الف وقيه ويقبلوا برمي ما قط سياف قاع الوتات تيجي على كل ما بقى ويل شرايك شرايك مستقلات ودايرين اللي عليهم انت هذو لي زامبول اذا هما وعاصمه فيها من الحكماء والعقلاء وفيها لي زينتلكتيل كل ياخذ لامبول روج دافع داري مسقه يا يعني انا انك في الخلوات قاعد تقول له نو حد يعني حد فطاهم على بعد هذا قصدهم به لا امن هو انا اللي نعود نراعي في البانو دوك مكتوب لي عن هذه الطريقه راهي خطر ومجول لي اشاره خطر واني ما يلا انا مرق منها يعني في حياتي خصوص من هذه يشقوا كان يقول لك كاف والاحمر ستوب قال لك يو خاو عليها رقع الشاح مال واذا في عاصمه مالي اذا قاع الخلوات تخليهم اي في عاصمه هيك يقول لك ما جايش يعملوا يقدر تمام واحد صبر هو اللي نعطي سيركلاسيون 5 مينيت كامله كل لامبون نو جراند الى قد يعود جايشي ثانيا نقدوا واخر رجع هما خارجين ثانيا لامبول يعود واق لامبول قادي هون بليدات بيض ياخذهم بيتو هرواقي هما يمشوا لين يتقدموا عنهم هرواقي ما تعود ياخذوا وتعود لامبول لا اخر ما تطلع يعطي قضاءته هذا ما هو صالحك ما يسقط هذه دوله دولة ما تسقط فيها 3 و4% فيها 3 و4 و5% هذا فايق انه يعرفوا متنظمين وهاي 97 ولا 96 ما يتحدى نظم هذا في العروق موريتانيا ما تصلح سابق قرن جاي ما تصلح ما ترتد العقليات سابق قرن سانتا ان سيكل الا ما بقى اسمه عدل عبد العزيز وجراء الثاني عدل وجراء الثاني عدل وجا العالم كامل موريتانيا العقليه اللي في روسها ما هي تتغير شوف الدم انت ونرجعوا للمدارس اللي كانت تتعلم هذو السائقين ولو نقع اغلبهم يعود قاع ما هو اخ مدارس المدارس كانت تعلم السائقين ثقافه 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 السياقه السليمه والسلامه الطرقيه ما هي تعود قراتها لهم على الاقل قراتها لهم انت تعطي الكبرمي مالك حاضره انت قاعده في النعمه تي شيرت 18 سنه يجي كان برمي لها من اين قريتي؟ هذا هو واقع حاله اعطيه هنا فوق 40 تقضي برمي قاعده في النعمه ذيك ايه لا يقرا شنو وزين يعني هو من قضيه يعني الثقافه ولو انها بعد مساله مهمه لقاش كامل هي لقاش عاد هم يسوق خصوصا في منطقه مناطق كي مناطق موريتانيا حتى العاصمه العاصمه فيها مشاكل ياسرة وهذا الداخل مشاكل واكثر على الاقل على الاقل يلا لقاش عنده ثقافه بالسلامه الطرقيه في جميع صقع مجالاتها ظهرك ظهر لي عنا اللي هنا ختموا وعدنا دورك تقول لنا كلمه اخيره ونختم بها اللقاء معاك لا قايل قايل هذو الحكومه الوزارات اللي عندنا احنا اللي هي السياحه هم يالتهم يدعموا رحل في داخل موريتانيا هذا ولا يقدروا يدعموهم ما هو زمن الشتاء الصيف ما يقدروا يدعموا فيه فيه اللي الخلوات ما يقدروا يسافروا فيهم الحمال ويتباركوا ما يدعموا يعملوا ما بعد العام يعملوا يدعموا رحلات وموريتان في داخل موريتان ولين تم اللي يخلق المدن القادمه كيف ولات يرتم يعيطون ويعدلوا يعدلوا شبه سباق من عند شنقيط يقايس تيشيت قايس ولات يدعموا الوتات السقارات يدعو منها 5 والله 10 والله 3 والله 4 وتعود رواية ذيك هي ينقالوا سباق المدن القديمة من مدينة لمدينة كل عام كيف العام ولا تلاي تعدل يعدلوا تيشيت 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 ولات والعام الثاني تيشيت يعدلوا ولات تيشيت والعام الثاني شنقيط يعدلوا تيشيت شنقيط والعام الثاني ودان يعدلوا شنقيط هذا اي سد سويت اياك بعد قاع يفكهم الارهاب ويعرف اني رانا وخالق يشوف الناس شكرا جزيلا المغامر عمران والعمران راجل عن رسالتكم توصل للمعنيين البطل حاجتي هذه نار الله اللي بطل ما شاء الله الان مشاهدينا الكرام لهنا ختموا معكم الفقره الاولى من هذه الحلقه ونقبل فاصل